اقول لهم الف الف مبروك، انتوا ابطال فعلا، شرفتوا النادي الاهلي وشرفتوا مصر، لان ابطال صالات الهاند بول والباسكت اذا كان رجال او سيدات او ناشئين او درجه اولى، دول ابطال احنا محتفظين بالبطولات كلها، اذا كان درع او كاس او سوبر او افريقيا او دوليه، انتوا لعيبه دوليين وشرفتوا مصر وشرفتوا النادي الاهلي. اتمنى لكم ان شاء الله من المزيد والمزيد، وربنا يوفقكم ان شاء الله، لان انتوا ابطال فعلا شرفتوا النادي الاهلي، وربنا يوفقكم يا رب في اللي جاي يكون احسن واحسن واحسن ان شاء الله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي والاجهزه الفنيه ومجلس الاداره بالنسبه للمكسب في كل البطولات الالعاب الصالات اللي دخل فيها النادي الاهلي مؤخرا، ونتمنى ان نستمر على هذا المنوال، يعني نبقى بقى على طول ان شاء الله احنا متقدمين وبناخد البطولات دي. الفتره اللي فاتت اداء محترم جدا وبطولات ما شاء الله بتزيد، في ظل ان شاء الله المجلس الاداره اللي احنا متعهدين دايما اللي هو بيقدم كل جديد، وان شاء الله يعني نتمنى المزيد من الانتصارات، وان شاء الله المحافظه على البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. والله احب ابارك للكابتن محمود الخطيب، واحب ابارك لكل جماهير النادي الاهلي، وده اللي النادي الاهلي معودنا عليه. الحمد لله حصدنا كل الالقاب السنه دي، وان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم باذن الله. الف مبروك لكل العاب الصالات بتاعت النادي الاهلي، ودايما في المزيد ودايما في انتصارات. هم طبعا دايما النادي الاهلي كان دايما بيكسب في العاب الصالات، بس يمكن السنه دي بالذات احتفلوا كل البطولات، احتفلوا بينا في السنه ال 116، ويعني خلت الناس كلها تركز معاهم، كنا دايما طبعا بنركز مع الكوره، ركزنا كمان مع العاب الصالات ودايما محتكرينها دايما يعني. اللهم مبروك عليكم مجهود سنه كامله، شرفتونا، ونتمنى كل سنه ان شاء الله تحققوا كل البطولات. مبروك لالعاب الصالات ومزيد من البطولات ان شاء الله في عهد المجلس الحالي. مجهود جبار، النادي بذل مجهود كبير جدا، وهم الشباب ما شاء الله يعني شرفونا، و يعني من تقدم لتقدم دايما، واحنا طبعا اولادنا هنا بنجيبهم كل شويه عشان يعني يكملوا المسيره ويكملوا تمارينهم، وبالتوفيق لهم كلهم.